ما دام كنا بنتكلم على مباراة الاتحاد والنصر وفوز الاتحاد في هذه المباراة، ايضا لازم برضو نتكلم فريق النصر. كنا بنتكلم عليه ان فريق مميز، فريق بيقدم كرة جيدة جدا امام الفرق بغض النظر عن نتيجة المباراة. معايا على الهاتف كابتن عبد العاطي سيد، المدرب العام لفريق النصر. كابتن عبد العاطي، مساء الخير عليك. تحياتنا ليك و تحياتي لحضرتك وتحياتي لكابتن مرنة وكابتن محمد. اهلا يا كابتن. لك النهارده يا كابتن، ويمكن واحنا بنتكلم فريق النصر بيقدم فعلا كرة كويسة، فريق مميز بيقدم يعني عرض مميز امام الفرق، ولكن النتائج هي دي المشكلة بالنسبة لفريق النصر اللي ممكن تهدد بشكل كبير عدم وجوده السنة الجاية في الدوري الممتاز. طبعا كلامك طبعا بنحترمه. الظروف الفترة الأخرانية ما كانتش مساعدة. الحمد لله احنا من اول الموسم بنأدي اداء كويس، وكان في وقت من الاوقات النتائج ابتدت تتحسن، لكن طبعا الظروف الفتره اللي فاتت دي اثنين لعيبه مهمين جدا عندنا خرجوا، اسلام عيسى اتباع للمصر ممدوح للاصابه واصابه فتره، فطبعا ده كان عامل مؤثر جامد جدا علينا. احنا غير وضعنا غير وضع الانديه الثانيه اللي تقدر تجيب مجموعه لعيبه كثيره ومميزه، لكن بتشتغل في ظروف بنشتغل في امكانيات محدوده، فاللعيبه الموجوده ما عندناش لعيبه جاهزه بكثره تقدر يعني تسد العجز اللي موجود نتيجه اصابات او نتيجه اصابات او نتيجه بيع لعيب يعني. يمكن اسلام عيسى هو لاعب مميز طبعا، ولكن احتياجات الفريق يا كابتن، وانتوا لو عندكم الهدف الوجود في الدوري الممتاز دايما بتبقى الاداره بترفض، ما يعني انا ما اعرفش هذه الجزئيه اتعمل فيها ايه، يعني هل في كلام حصل من كابتن سيد عيد للدكتور عمرو عبد الحق ان ما ينفعش، ودكتور عمرو هو اللي اخذ القرار؟ يعني برضو مهم جدا ان احنا نعرف هذه الجزئيه، لان ما دام انت بتتكلم ان في لعيبه مميزه سابتكم مشيت، فانت بالتالي انت موافق ان انت تبقى ماشي في الحته دي ومقرر ان انت ممكن تنزل في اي وقت يعني. لا والله كدكتور عمرو ما لهوش اي ضغوط علينا في اي حاجه. هو احنا من السياسه بتاعت النادي ان احنا بنشتغل بشقين، اللي هو شق المنافسه وشق الصعود لما كنا في الدوري الدرجه الاولى، وده حصل، والشق الثاني اللي هو الشق الاستثماري، وده برضه الحمد لله احنا ناجحين فيه. احنا كل سنه بنبيع ثلاث اربع لعيبه، بنقدر نصرف على الفريق منهم، ومش عايز اقول لك بنصرف على النادي كمان. فاحنا الموضوع ده فيه ربط ما بين الكابتن سيد ودكتور عمرو. دكتور عمرو بالعكس يعني في كل خطوه صغيره وكبيره بيتكلم مع كابتن سيد، وبيع اسلام عيسى كان نتيجه موافقه كابتن سيد موافقه نهائيه، لان طبعا ده لعيب صغير وعنده مستقبل، واحنا ما بنقفش قدام لعيبه عشان مستقبل اللعيب، وما دام النادي استفاد منه استفاده كويسه. وانا شايف ان الرقم اللي 10 مليون جنيه كويس جدا طبعا. رقم كويس يعني. فاحنا ده شغلنا بقى لنا فتره كبيره، والحمد لله هنشتغل تاني. وعلى فكره احنا مع يعني مع احترامي لاي حد هو وجهه نظره شايف ان النصر في طريق الهبوط، احنا ما عندناش القناعات دي، احنا عندنا امل لاخر حاجه. لا انا ما بكلمكش، انا بقول لك ممكن مهدد. لا. دي حته اللي انا كلمه بعد اللعيبه. بعد اللعيبه. انت قصدك اللعيبه من الفريق ولا اللعيبه من الفرق الاخرى؟ لا من الفرق الاخرى، هو بعض الساده المحللين يعني بيحاول يحط النصر في المكان اللي تحته، وده لسه بدري. هو يا كابتن عبد العاطي، هو المشكله بالارقام. احنا يعني انا واحد من الناس المعجبين جدا بفريق النصر، يعني حقيقي بجد بتقدموا كوره مميزه جدا. لا ده حقيقه. لا وكلام الكباتن هنا كمان في الاستوديو على مستوى الافراد كمان عنده لعيبه كويسه يعني. والاداره الفنيه كمان السيد عيد يا الاستقرار الفني اللي موجود يا كابتن عبد العاطي، اللي موجود دكتور عمرو رئيس النادي، كابتن سيد عيد وكابتن سيد عيد طبعا موجودين معانا السنه و15 على التوالي، الامور ماشيه بشكل مميز. لكن هي النتائج، النتائج هي ازاي انت تقدر تحل الامور بالنسبه للمباراه القادمه في جزئيه النتائج؟ الفرقه فعلا الفرقه محتاجه انها تاخد ثقه فيها. احنا بعد احنا كسبنا اول مباراه لينا بعد 7 مباريات، واحنا كنا محتاجين المكسب ده نفسيا، وبعدها النتائج اتحسنت وقدرنا نكسب الجيش وقدرنا نكسب المقاصه وقدرنا نتعادل مع انبي، والنتائج ابتدت تتحسن. احنا محتاجين الفتره دي مكسب معنوي، انه اللعيبه تستفاد في الصفقات تستفاد في المكسب بعد الهزه اللي حصلت، خروج الحازم واسلام والوضع مختلف عند حازم شويه. انا بقول لك ان خروج اثنين لعيبه من الفريق ممكن ما ياثرش، لكن في نادي النصر احنا برضو عندنا اللعيبه مش كلها في نفس المستوى، لان احنا بنشتغل برضو في انتحاريه جدا ماديه. فانت عندك النهارده احنا بنلعب الاتحاد جايبين خمس لعيبه ولا ست لعيبه جداد،
هم عندهم قدره ماليه ان هم يقدروا يجيبوا، لكن احنا الظروف عندنا مش سامحه النظام برضه. يعني كان انت في يعني كان في بعض اللاعبين الجداد اللي انتوا جبتوهم يا كابتن دول اللي هيبقوا متواجدين معاكم في دعم ولا مفيش؟ الدعم نفسه يعني في هو في ان شاء الله، ان شاء الله في 2-3 لعيبه، بس بقول لك في اطار النظام بتاع النادي، يعني اطار النظام بتاع النادي مش هنقدر نجيب حد دلوقتي ونديله مثلا مبلغ كبير، لان احنا عندنا لعيبه برضه بقيه الفريق ما محطوش على النظر ده، واحنا ما بنحبش يبقى فيه الهزه جماعيه، لا لو كان فيه هزه فهي هزه في الفرقه تقدر نتدارسها من خلال الوقت والنتائج ان شاء الله تتحسن، لكن لو طبعا جبنا 2-3 لعيبه زي ما انت بتتكلم هياخدوا مثلا مبلغ. طب واللعيبه اللي عندنا ال 20 ولا 25 لعيب التانيين دول انا شايف ان وجود اسلام وانتقاله للنادي المصري مدي طموح كبير جدا للعيبه اللي عندك كمان انها تمشي. عايز اقول الفرقه هتفضل خالص شغالين على الجزء ده. شغالين على الجزء ده. طب كابتن المباراه القادمه هتكون مع مين؟ الماتش اللي جاي هنلعب سموحه قدام الصغيره. طبعا انا برضه كابتن ليا راس وجهه نظر. اتفضل يا كابتن. صعوبه المباريات دي انا في رايي ان مباريات كره القدم كلها صعبه غير الماتشات كلها صعبه، وما تعتمدش غير بان انت تبذل مجهود في الملعب ويسيبك حال التوفيق. يعني احنا في حاله للمقاصه، حاله فايقه جدا جدا جدا. لعبنا المقاصه وقدرنا نكسب الماتش 4-1 نتيجه عاليه واداء عالي جدا وسكور. دي نتيجه اللعبه بذات مجهود عالي وكان في توفيق في الماتش. احنا في ماتشات، احنا من ماتش الاسماعيلي مثلا احنا الشوط الاول كسبين 1-0 ومضيعين اكثر من فرصه الشوط الاول، الشوط الثاني حصل ان احنا 10 دقائق دخل فينا جون، حصلت هزه للفرقه، الماتش 2-1 قدرنا نهاجم وضغطنا على فرقه الاسماعيلي ضيعنا اجوان، هجمه مرتده 3-1 رحنا جايبين جون في اخر 4-5 دقائق. فاقصد ان الماتشات بتعدي طبعا كلها صعبه. احنا بالنسبه لنا كقناعات عندنا احنا ما نبصش اسم الفرقه اللي لعبها مع احترامنا للجميع، احنا بنلعب ماتش، احنا عندنا ثقه في لعيبه ممكن في ماتش سموحه نحقق الفوز اللي احنا بندور عليه. فاحنا الموضوع ده اكيد يا كابتن، وده يعني حق مشروع بالنسبه لكل الفريق سواء بقى بالجهاز الفني واللاعبين، وده حاجه محترمه جدا. ان شاء الله كل التوفيق ليكم يا كابتن طلعات، يا كابتن طبعا سيد عيد من المديرين الفنيين المميزين، طبعا دكتور عمرو عبد الحق طبعا رئيس النادي، حاجه محترمه.